خويا، اول حاجه السلام عليكم، وكنشكر الخوت اللي متتبعين كامل اللي شايفين هذه الفاجعه الكبرى اللي وقعت، وهذا الشيء كامل اللي المهم هذه الجريمه اللي هزت مدينه وجده بكل وضوح. جينا غير المهم، راه لا حول ولا قوه الا بالله، راه هذا المجرم هذا السفاح عدو الله، راه حقنا في القلب ديالنا، اقسم بالله عليه العظيم. والمهم غادي نعاود لكم انايا الصباح النهار لحد مع الصباح فقط. المهم راه الامن عارف التوقيت مع شي 11 وشي حاجه هكا، هبطت القهوه يلا ضمنت على قهوه، جلست انا والوالد هكا. المهم جا الوالد، بقينا نهضروا انا وياه ما كملناش تقريبا حتى 5 نتاع الدقائق باش وصلت للقهوه. جا عندي واحد صبي صغير، المهم اللي يكون العمر ديالو هكا 13 سنه حتى ل 14 سنه، جا عندي كيجري مع القهوه قريبه شويه للدار، قال لي طلعت لاختك، اختك ضربوها بالموس، ضربوها بالموس. انا يا المهم غير سمعت ديك اختك سمعت في الوالد هكا، طلعت كنجري، وصلت للدار ما دخلتش من الباب. المهم وصلت لقيت الناس مجموعين، وواحد المجرم في السطح، ديك عدو الله في السطح، في يد واحد الجنويه بحال هكا. المهم انا بقيت غير كنزكي، بقيت كنقول له هبط. المهم ديك الحراره ما مازال ما عارف والو، غير اختي عارف، غير اختي مضروبه، شكون ضربها ما نعرف، شكون ما نعرف. المهم ما عارفش كاع انا شي حاجه ديال، كنشوف ديك الانسان فوق السطح، لقيت لا حول ولا قوه الا بالله، ديك الجنويه في يده هكا كنشوف فيها العامره بالدم، عامره بالدم هكا، وكيقطع في شي كابليه تما نتاع الويفي. المهم شفت فيه بحال هكا، قلت لهم ما ديتهاش فيه معاه، صافي عالي الفوق، ما عندك كيدي الماء يهبط ما والو. الامن كان ديك الساعه، المهم كان الامن، كان بعد الامن تمايا، ولكن المهم الامن كاين وكل شيء كاين، وهو بعيد مجد كيضرب بالحجر وعنده شي مسائل تما ديالو، المهم خاصه ديك الشيء. المهم راه الامن هما اللي عارفين شنو كاين. كندور كنقلب غير هذيك اختي اللي كنسمع، كنقول لهم فين راه اختي، فين راه اختي، كيقول لي واحد الدري راه وراهم ثلاثه ميتين لداخل، ثلاثه ميتين لداخل. صافي سمعت انا في ديك خونا، ما يعني ما بقيتش متبع ديك المظهر ديالو كاع، راه فوق السطاح ولا يدب، غير كندخل كنجري كنلقى الوالده الله يرحمها هي الاولى مسكينه طايحه في الباب ديال الدار. اختي عاود كذلك، زدت واحد شويه بحال هكا، عاود الاخت الجده، يعني هادو بثلاثه. الوالده ديالي كنشوف فيها هكا، والله اقسم بالله لا مذبوحه من هنا حتى لهنا قسما بالله. والاخت ديالي عاود نضربها عاود هنا بالموت، والجده في العمر ديالها شي 76 سنه بحال هكا، طايحه والله الا بهذه الطريقه هذه دايره بحال هكا. المهم جيت انا اختشت لها انا الاخرين بعدا ميتين، بزوج الاخت والام تاكدت بهم باللي ميتين هادو. الجده يسحب لي سخفت عند مع كبيره، ما غتنويش انت كاع هاد الانسان هذا غادي يدير هذا الشيء هذا ولا كذا. كنلقى الجده كندير بحال هكا، كنلقاها مضروبه هنايا. المهم هنايا في هذه البلاصه هذه مطعونه مباشره، مطعونه واحد الطعنه اللي واحد الحاله المهم لا يرثى لها. صافي دخل الامن ديك الساعه، انا المهم انا راني ديك الساعه كغيب، بقيت غير كنبوس في الوالده والخوادريه وهادي. هما الامن ديك الساعه راهم ديك الساعه قاموا بالواجب ديالهم، طلع عنده السطح راهم ضربوه بالقرطاس هادي هبطوه. بقيت كنقلب على الخوادريه فين راها الخوادريه، سمعت صافي سمعت انا دوك الضحايا ثلاثه بهم، بقيت كنشوف عاود غير ديك عيني غير ديك الخوادريه اللي باقا مضروبه فين راها، غير نشوفها. اما هذوك ثلاثه بهم صافي عرفتهم انا ماتوا، مشاو الله يرحمهم، يعني قتلهم عدو الله، قتلهم الام مذبوحه، الخوادريه مذبوحه، والام عاوده مضروبه هنايا المهم بالزوله ديالها مباشره هكا، مضروبه هنايا في الصدر ديالها في القلب ديالها، وفيها شي بزاف ديال الطعنات، طعنات متعدده. ودابا ديك الطعنات غادو اللي باينين، يعني اللي باينين شي 4 ولا 5 نتاع الطعنات هادو اللي باينين من فوق الكسوه نتاع الام، يعني باينه هكا، والذبحه من الوارد للوارد. المهم اخوتي هذا الشيء هذه هي المهم اليوم نتاع الجريمه، يعني كي داير من غير ديك الشيء هذاك. خرجت مشيت عند الخوادريه كنشوف فين مشات، يعني واش ما انا طبيب مشات لهم انا اوبيتال فين راه هي باش نشوف الحاله ديالها. وواحد الحاجه اخرى عاود غادي نهضروا عليها، هي هذيك ديال وفاه الاخت، راه كاينه ديك بعدا واحد الصفحه بعدا، المهم بلا ما نذكر الاسم ديالها، اللي راه كطيح بعد الظلمات كتقول لك الاخت ماتت، الاخت توفات، الاخت كذا. الله يرحم والدينا اخوتي، احترموا شويه العائله واحترمونا شويه وقدرونا، شوفوا من حالنا، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه باش انت في داركم اصاحبي وتحل التليفون وتلقى
الاخت المتبقيه ماتت وانت يلا جيت من عندها وتسمعها في كذا صعبي، وماشي غير انا راه عائله كومبلي راه بزاف صعب، لانه الضحيه الرابعه توفات والاخت ديالي يعني هذا الخبر. انت في داركم بعيد على الطبيب غير نديروا بواحد 3 كيلومتر ولا كتسمع الاخت ديالك مات، يعني ما راك غادي تثق صاحبي، فهمت كيفاش؟ انا ما فهمتك، غادي تثق باللي راه فعلا الاخت ديالك مات. هادشي راه ما خصوش كاع يتقال الله يرحم لكم الوالدين. راه كاين صاحبي بهذه العائله وعندنا بزاف نتاع الناس كيسولوا فينا صاحبي، كيقول لك انت لا راه اختك ميته وانت مخبع علينا وهادي وكذا وكذا، والاب عاود راه كيشوف ديك الشيء وكيصونيو عليه الناس وكيقولوا له هادي، وراه من نهار الحد وراه والله ما نعسنا من نهار الحد راه الى انا كنكونوا ناعسين ساعه ونص نتاع المكانه في هذا الشيء كامل من نهار الواقعه لدار. الله يرحم الوالدين، راه كنطالبوا منكم كاخوه كاملين المغاربه كاملين، راه كنطالبوا منكم تحيدوا اصاحبي هاد الاشاعات الخاويه. راه اي سبحان الله شي حاجه على هذا الموضوع نتاع هذه الجريمه اللي وقعت راه كاذبه 100%، لحقاش راه حتى شي واحد ما عارف شي حاجه من غير الامن الوطني. السيك صافي، الامن الوطني هو اللي عارف شنو كاين وعارف وراه في يدو كل شيء وعارف شنو. ابي زيدوا تفهموا واحد الحاجه، الاخت الحمد لله غير باش تعرفوها كشعب المغربي كامل. المهم الاخت راني هذا الصباح عاد انا مشيت شتها، راه كعاطيني غير انا لورد وعاطيني الوالد ديالي لورد باش نشوفها احنا بزوج، من غير الوالد ديالي راه ما غيشوفها شي واحد كاع من غير انا والوالد والطبيب، راه تحت المراقبه بالامن الوطني بكل شيء بجميع التفاصيل راه تم. راه باش يجي شي واحد يقول لكم شي هضره ما كايناش راه لا يعقل، شي حاجه اللي نتاع الصح راكم غادي تسمعوها. الاخت الحمد لله في حاله مزيانه، المهم ماشي حاله مزيانه، المهم هما وزاره الصحه راها قائمه بالواجب ديالها واكثر من الواجب ديالها، كنشكروها وكنقدموا لها كل الشكر وكنطالبوا منها الزيت. الله يرحم لهم الوالدين، واخا يكونوا كاع ديك لي زانفيرميير وديك الاطباء كيشوفوا الفيديو ديالي، راه ديك الاخت راه باقا هي اللي باقا راه بحال الوالده، يعني راه الا مشات هذيك راه يقدر بنادم لا يسري راه يوقع له شي حاجه، فهمت كيف؟ كنطالبوا من وزاره الصحه تقوم بالعمل ديالها وراها قائمه وكنشكروها، وراه الاخت الحمد لله في حاله جيده، يعني كنهار كتزيد على نهار، هي راه كانت مقتوله يعني راه داوها بلوك، فهمت؟ راه ضربه خطيره، قيس لها المسرى، قيس لها المسرى الكبير ديك المسرى، وراه الضربه المهم ضربه فيها غازره بزاف، كان باغي يقتلها نيشان. من نقزت من السرجم مع الضربه هكا في الجنب، راك عارف انت تنقز من السرجم، السرجم راه تقريبا انت الا بغيت توري الدراري السرجم دابا غير من هنا وريهم السرجم راه باينه شحال ديال العلاوه، راه تقريبا 2 متر نتاع العلاوه نقزت منها، راه ماشي غير المسطره يخرج لك اخويا، راه واخا تكون غير واحد الاخر صغيره راه تزيد طردك سلك ديك السرجم، راه سلكت جوج ديال سلكت الاخت الصغيره اللي في العمر ديالها تقريبا 13 سنه ولا 14، وسلكت ديك الاخت اللي مضربها وهاكك وهربت من السرجم، اللقطه اللي نقزت من السرجم راه طرطق لها ديك المسران كامل خرج بحال هكا صافي، يعني ما بقى ما زادت غير عند واحد المراه اللي كثر خيرها راه لعب الدور ماشي غير راه لا اله الا الله، راه شدت لها مسكينه بالفوطه بحال هكا تاجت لومبيلونس دات. هادشي اللي بغيت نقول لكم، راه حاليا الاخت راه الحاله ديالها مهم ما غاديش نقول لكم مزيانه، كتحتاج الدعوات ديالكم بالعربيه، خصنا دعوات ديالكم. الله يرحم الوالدين، هي راه ما مالها حتى شي حاجه، راه ما متوفيه ما والو، راه الحمد لله عندنا واحد النصيب ديال 65% ديالنا، الاخت ديالي غادي تبقى معانا الحمد لله، وراها عايشه وعايشه المهم وان شاء الله تعيشوا، ربي راه عارم وعالم بينا وراه عارف شنو كاين. وما تبقاوش اخوتي الله يرحم الوالدين نزيدوا تضغطوا علينا بهاد الاشاعات ديال راها ماتت راها كذا راها كذا راها، الله يرحم الوالد. هادشي اللي بغيت نقول لكم دابا. كاين بعض الصفحات هادو دابا انا عيطت لكم، هادو غادي نتابعهم قضائيا، فهمت كيفاش؟ هاد الصفحات هادو اللي داروا هاد الشيء هادو غادي نتابعهم قضائيا، حنا والعائله ديالي الحمد لله راهم عارفين وشايفين كل شيء، وراهم حتى هما راهم عندهم تليفونات وعندهم كل شيء وكيتحد يسمعوا كيشوفوا شي اللي دايره، جميع الاخبار اللي راها دايره. المهم هذا الخبر ديال انه كان خطاب ولا كان غادي يخطب ولا احنا ما بغيناش نعطيوه، ولا راه اي واحد ما عنده شي صفحه ولا عنده شي جريده ولا عنده شي حاجه وقدم شي حاجه على الاخت ديالي بهذه الطريقه هذه باش بنادم زعما يرد لواحد الفكره لديك خينه باللي احنا راه ما بغيناش حقا نعطيوها له وقتلهم زعما انتقاما لديك الزواج اللي احنا ما بغيناش نعطيوها له. هاد الهضره هادي راه ما عمرها كاينه، اقسم بالله ما كتربطنا شي علاقه مع هاد السيد كما كان. وشوفوا حتى هاد الاشاعات اللي انطلقت نتاع هاد الخبر هذا، راه خص هاد الناس اللي سمعت هاد الخبر هذا اللي سمعته باللي حنايا عندنا علاقه مع هاد السيد، سواء في
خطوبه سواء في زواج سواء في كذا، بغينا هاد السيد هذا كان طالب، كان طالب، كان طالب صاحب الجلاله وسي الحموش، وكان طالب من جميع السلطات المحليه يشوفوا لنا السيد هذا اللي كيخرج هاد الهضره هذه، وراه غادي نتابعهم قضائيا كاملين. هاد الهضره هذه راه ما تسرطليش كاع، يجي بنادم يجي حتى لاخر لحظه ويبغي يبغي يغطي واحد الوجهه، وهما دابا شكون غادي يغطي هذه الوجهه هذه؟ والناس اللي ما عارفه حتى حاجه كتبغي تزعج مول، بحال نديرو مثلا غادي تزعجني انا ولا غادي تزعج الوالد ديالي بهذا الخبر هذا، وانا من غادي نسمع انا واخا نسمعها على واحد اخر، غادي نسمعوا باللي راه ما بغاوش يعطيو هذه في النات، قتل ثلاثه عمدا، القاتل العمد قاتلهم يعني قاتلهم، وفي التالي غادي نقولوا يعني راهم ما بغاوش يزوجوا هذيك الدري هذاك مسكين صافي، راه هذيك الدري هذاك راه ما بغاوش يزوجوها، لا اله الا محمد رسول الله، راه واقيلا يبغيها ولا واقيلا ما عتوشا ولا بحال هكا هاد الهضره باش بنادم يتعاطف معاه. وهادي هاد الهضره راه ما كايناش كاع اخوتي، راه اقسم بالله لا علاقه لنا لا جمال به، راه حتى المستوى ديالنا ولو تجيو تشوفوا الجيران وتسولوا على المستوى ديالنا مع المستوى ديالو راه لا لا ما غاديش كاع الاخر، راه ما لا تقارن لا تقارن كاع اصاحبي، راه حشومه بنادم يبقى يجي اصاحبي يقول لك هذا الخبر بحال هكا كان خاطب ولا غادي نخطب ولا واش السيد اصاحبي السيد ما نعرف اصاحبي لا حول ولا قوه الا بالله العلي هو العظيم، هذاك هذاك الشيء هذاك كيبقى عند راه الامن الوطني، راهم شايفين ديك الشيء راه الدوسي ديالو كتسمى راه عند الامن الوطني، فهمت كيف؟ راه هذاك الشيء كامل عند الامن الوطني، راهم عارفين ودايين وشايفين، حنا كنكذبوا غير الاشاعات اللي كيقولوها بنادم. انا دابا هضرت يعني كاساس يعني راه ما بقى حتى واحد، شكون اللي بقى؟ راه الحمد لله راه بقيت غير انا والوالد والخوادريه، والخوادريه هذه راكم كتشوفوا لا اله الا الله محمد رسول، راه حتى الوالد ما غاديش يقدر يهضر معكم، انا نهضر معكم انا راه بنادم نفسه راه ما غاديش يسكت اصاحبي على هذا الشيء هذا، كيف بنادم كتبقى تسمع الاخت ديالك ماتت وفي نفس الوقت عاود كتسمع انت عاود الخبر نتاع الزواج، وفي نفس الوقت عاود كتبقى تسمع شي حوايج اللي ما كاينينش كاع من بعض الصفحات، وراه هذا الشيء اخوتي راه ما خصوش يكون، انتم هما اللي خصكم تعاونوا معنا، انتم هما اللي خصكم اصاحبي تشوفوا هذه راه فاجعه كبرى، هذه راه ماشي اصاحبي بنادم اللي غادي تقول لي نتايا شي واحد ماشي بعقله ولا كذا ولا هذه، ولاش السيد اصاحبي السيد انا كنشوف فيها هكا من فوق الاخر الجنويه رابطها على يدو داير اللي قات وداير ديك التويشيه نتاع اليد بحال هكا يعني رابط باش الجنويه ما تطيحلوش في يدو، المهم داير ديك الشيء هذاك عارف شنو كيدير 100%، ما كاينش مختل ولا تقول لي هذا مريض ولا تقول لي هذا كذا ولا تقول لي هذا كذا، هذا الانسان هذا طبيعي، الناس كامله كتعرفوا طبيعي، الحومه كامله كتعرفوا هذا الانسان طبيعي طبيعي ما مالو حتى شي حاجه، وشنو هو اخوتي حنايا كتسمى حنا جينا الضحيه الاولى ديالو واستغل الفرصة حضاني انا والوالد ديالي هو طلق هو صافي دخل دار ما بغى في الدار، راه شنو غادي نقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله، اقسم بالله الا يتمنى طيب شنو يتمنى يتمنى صاحبي، راه الام مشات اصاحبي مازال ما درنا في الدنيا تاع لعبه صاحبي، والام مشات الاخت مازال ما شايفه في الدنيا والو مشات، الجده مشات الاخت هي في البلوك اصاحبي، راه هادشي هذا راه لا يعقل اصاحبي، راه اخر رساله نبغي نقدمها اخويا وهي كنطالب صاحب الجلالة، كنطالب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكنطالب من السي الحموشي، وكنطالب من رجال الأمن ياخذوا لنا حقنا ويشوفوا نشوفوا من هذه الجريمة اللي وقع لنا ومن هذا الشيء هذا، راه ما خصنيش كاع نهضر أنا، راه ربي اللي عالم بيا، راه الأسرة ديالي مشات كاملة، هذا الشيء راه ما خصنيش نقول أنا غير كنبين للشعب المغربي باش ما يمشيش بواحد الفكرة ديال أنه راه كاينة، راه خوتي راه إلا ما خرجت شي حاجة من عند المخزن مباشره، راه المخزن راه من عندهم اصاحبي صفحات على هذا المجرم هذا، راه الا ما خرجت شي حاجه من عند المخزن ما تبقاوش تقولوا اصاحبي راه خبر زواج ولا وفاه اخت ولا كذا ولا كذا، صافي راه ما كاين حتى شي حاجه، حنا كاساس مالين الضر ما عارفينش كاع شنو هذا الموضوع هذا كيفاش كاينه القضيه ديالو، ما عارفينوش حنا ما عارفينوش شي حاجه، يعني كاينه راه عند المخزن، راه المديريه العامه للامن الوطني راه هي اللي عارفه، راه تقدر تخرج بالغ وتقول لك شنو كاين في اقرب وقت، اما باش يبقى واحد عنده قناه فيها 2000 واحد يبقى يقول لك راه السيد كان مزوج بالسيده ولا السيد كان خاطب السيده ولا السيد ما بغاوش يعطيوها للسيده ولا كذا، راه هادو راه مكملين، راه اقسم بالله حتى غنتابعهم قضائيا وبشو وبالقانون ماشي بشي حاجه من غير القانون، غادي نتابعهم قضائيا على هذا الخبر هذا، حيت هذا راه كيبقى راي عام اصاحبي، راه الناس كلشي كتفرج فيكم اصاحبي، راه الناس كلشي كتشوف فيكم، راه المغاربه كاملين كيشوفوا فيكم، وانتم ما كتمشي كتقول لبنادم راه واش انايا غادي نشوف فيديو بحال هكا، راه غادي نقول فعلا اصاحبي، غادي نقول راه فعلا ما بغاوش يعطيوها له اصاحبي، وراه دخل قتلهم وعاديه، بنادم غادي هضره دايزه ما بغاوش يعطيوها له، دخل قتلهم بثلاثه ومشى، هذه غادي يديرها بنادم في عقله ويزي غادي، لا
هادي راه ماشي هضره، هادي كاع عصبي تقال، هادي هذا الانسان هذا راه مجرم الدرجه الاولى، وهذا القتل اللي دار راه قتل عمد، ماشي تقول لي انت فيه شي قتل ديال انه متاخذ لشي حاجه ولا. هذا الانسان هذا راه لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، محتاج يحمى إيه باش تعرفوا هاد الهضره هادي، وراه هادشي اللي كي اللي خارجين به راه ما كاين منه والو. تسلطت علينا هاد الكارثه هاد الفاجعه، لا حول ولا قوه الا بالله، ان الله مع الصابرين، غادي نصبروا ونديروا ونقاوموا ونكافحوا، ولا اله الا الله خلانا ربي هاد جوج ديال الخوادريات راه غادي نتهلاو فيهم، راه ما يعيشوا في احسن عيشه. كنتمنوا من الله غير الاخت اللي باقه، كنتمنوا من الله من الله من الله من جميع الشعب ومن جميع الناس اللي كتفرج ولا كتشوف ولا شافت هاد الفيديو ولا غير دعوه لاخوتي الله يرحم لكم الوالدين، غير لهاد الاخت، وترحمونا على ديك الوالده وترحمونا على ديك، راه اقسم بالله الا غادي ظالم مظلومين مظلومين، لا علاقه لنا بهذا بهذه الحرب هذه وهذا العالم هذا اللي عشته وانا بعدا، راه لا حول ولا قوه الا بالله.